هايدها سما فلك يمسولين تدلك باكستان ايا قرم ضفدين اي شعب باكستان واي صوفوت سارين دادت كيو حما اي دلك كدعا مدو طبان سنة هو سو جيستي بربور سامي يسدح يسدن مليون وقف يدو دادت كاسي اي سببين دي مشهد كدوات هل مليون وقف لبدي بلو دي لصور دافاي وصير كيس بدل كعميلة شيري ريمان اي شاكتاي سنينتي ان سدح ميلو دو ميلك مده دلك باكستان إني هاتن بيا فرديان تاسو أبو رئيسا ديباتان لقياسي كرين وزيركا يا شاكتين هاتن ودولكي باكستان ومغدو سيدي بدوين وكالي وآني كرين ميل بيا هالو سارا ما داما ميل والباي بيا فرديان ما مول كمارين تمسيبو ينكا قران كا NDMI وهو قامين إيساي كتوابستيس كدو برخدكا قيمين تيو كيهاين تقرقار كبني هذا نمو إددتكا أي ساميين دادتكو أيا كودا واغدي إن لبيو تدباطن كميدا بقول يليحذن كدقمو إيه ودل كاسيكا كوبان يحي إني هاتن كتيرتو مسيبا كدلاتي روبابكي NDMI وحي حستي أغو يران هال مليون وغوري إيو بقول يو لبيو يليحذن بريج صدح بقول يو كنتن كيلومتر ودوينا إني وحي يلصو قاردي وأي بربوريان دادتكي dadadka ayaa sidoo kale dilay in ka badan 800 xoolo ah waxayna waxyeelo u geysteen beero iyo dalagyo muhiim ah Pakistan ayaa hore u codsatay kaalmo caalami ah si wax looga qabto fatahaadaha baaxadda leh qaar ka mid ah dalalka ay jaarka yihiin oo ay ku jireen Shiinaha Turkiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa hore u soo diray diyaarado xamuul ah oo sida tandooyin, cunto, dawooyin iyo sahay kale oo gargaara iyo waliba kooxo ka qayb qaata samata bixinta dadka dadadku ay saameeyeen sida uu sheegay militariga dalka Pakistan wasiirka maaliyadda Pakistan Amit Ismail ayaa shir jaraa'id ku sheegay in khasaaraha dhaqaale ee dalka Pakistan ka soo gaaray dadadkani inuu gaarayo $10 million كفرحي إيل كاغاس حابت هذا يقراب دهضا ولسو ديك أبكا دهبشيل سياد سفضو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهبشيل إيل لعاقا ديرايسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستح تجيري وغور رأي إيل لعاق ديرايسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهبشيل هول فضاي دي هاقا مالية دي هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان السلام عليكم السلام عليكم وحنا بشعلنا هذا الشركين أقوي سحاني هوا قلاني إنترنت ضعيف وقتي نفي عن إني كجعيارة دل بإنترنت كفيبركو أهم الحوار بدن إسكو حلين لما دال بدن كرا 818 سعد نو بحبناه